هنا العناية الصحية الوقاية، يعني لست محتاجا أن تقع في المشكلة ثم تعالجها، لا يا أخي. يتعب صوته تعبا وإرهاقا كبيرا، ثم إذا جاء في منتصف الشهر أو في العشر وجد أن صوته ضعيفا فيريد أن يعالجه، ما تستطيع لأنك استهلكت صوتك في غير التراويح. أنت محترف للصوت، مستخدم للصوت، وبالتالي إن استطعت أن تأخذ إجازة في رمضان افعلها. يعني البعض أحيانا قد يشعر أن هذا من المبالغ، لكن والله هذه من التجارب النافعة. لا تستخدم صوتك، تحدث بالإشارة قدر الإمكان، بالإشارة. عندك أولاد صغار أخطأوا أوقعوا شيء، يا ولد افعل، لا، تماما بالإشارة انقطع. أعرف بعض المستخدم الصوت إما أو غيرهم أحيانا في رمضان لا يجلس مع العائلة قبل الصلاة، لأن فترة العصر والمغرب قد يكون فيها استخدام وإرهاق للصوت. وبعض الناس قد لا يتأثر كثيرا، لكن من الناس وأنا منهم من يتأثر سريعا باستخدام صوته، أو يكون جمال صوته ونضجه وجماله في عدم استخدامه البتة، وبالتالي أنت خلاص تعرف قدراتك، تعرف طبيعتك، لا تستخدمها. حتى أحيانا نوع الأكل، بعض الزملاء أحيانا يتنازل عن راتبه أو مرتبه، يأخذ إجازة بدون مرتب ليحافظ على هذه المهارة، لأنك تستطيع من خلالها إرسال هذه الرسالة الربانية، إرسال رسالة الخالق للخلق. وهذا من الإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذا يا جماعة من الإحسان. والله يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تجنب المقالي، تجنب الأكل، الوجبة الواحدة، تجنب إرهاق صوتك بالحديث، ولا سيما الإخوة المدرسين، ولكن يظنهم اليوم أعفوا إن شاء الله بعد الإجازة. لا تستخدم صوتك كثيرا. بعض الناس اليوم يكون في السيارة وفاتح الشباك ويكلم بمكالمة ويرفع صوته، أنت لست محتاجا لمثل هذا. يكون بينك وبين من جوارك، وبالمناسبة بجواري الأستاذ أحمد مقرم، وهو مدير برنامج صناعة القراء في مجموعة آيات، وهو الخبير يعني المقامات والأداء الصوتي، ونحن نستفيد منه دائما. وأنا أحيل عليه في تويتر، وحسابه في تويتر أيضا مفيد للأخوة الأئمة والقراء مستخدم الصوت. دائما نحتاج أن نتفقه في استخدام أصواتنا. دام الأخ بجواري، لماذا أستخدم 80% من صوتي؟ يجب أن أستخدم دائما ما أحتاجه، القدر الذي أحتاجه. قد لا أحتاج سوى 10%. كيف حالك شيخ أحمد؟ عساكم خير، شلون الأهل والأسرة؟ بعض الناس إذا سولف هنا يسمع من في حي إشبيلية الثاني جنبنا. لست بحاجة إلى إرهاق صوتك، بل تحتاج إلى أن تتفقه. ليس اليوم من العيب أن نستشهد بمحترف الصوت. من أحيانا بعض يعني من استخدموا صوتهم وللأسف في منكر أو معصية، ولكنهم الحقيقة استخدموه باحترافية عالية، ولكن للأسف استخدموه فيما يعني يغضب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الشريحة من يعني من مستخدم الصوت، لما تحادثهم تجد أنه يحادثك بالنسبة الذي تحتاجها في الصوت. ما يحتاج يرفع صوته ولا ينادي فلان ولا أبدا، تجد دائما خفض الصوت، دائما ما يتجنب الخلطة الكثيرة التي يكون فيها ضحك أو قهقهة. يا جماعة اليوم حتى القهقة أو رفع الصوت يجب أن تكون متحرز منه، لأن هذا مما يعني يثقل أو ما يرهق صوتك. ولا أريد الإطالة في هذا البند أو هذا المسار، وهو أيضا مما أؤكد عليه أن من مقومات التميز لإمام التراويح قبل الصلاة العناية الصحية واللياقة البدنية.